هادي ابيض واسود، بس الابيض درجات واسود درجات، يعني في رمادي في رمادي. بيت الشعر أقيم في قلب القاهرة القديمة. مصر ونهر النيل والبحرين في ميلي والأقصاد المشاركة نفس هذا الاتفاق، ولكن ما فيش حاجة. لكن مصر هبة شعبها، وأنا يدخل التاريخ. طبعاً لا أستطيع أن أستعرض تاريخ الصراع بين الشرق والغرب. في كل الأحوال لم يكن صراعا فقط، وإنما كان في وفاق، وأحيانا كان في حوار، وأحيانا في تبادل معارف. يعني مثلا الحضارة اليونانية ما هي إلا نتاج، كما يقول صاحب كتاب تاريخ الحضارة قصة الحضارة ويل بيورنت، لم تكن الحضارة الغربية التي نحن مبهورين بها الآن ونقول بنظرية المركزية الحضارية على أن أوروبا هي الحضارة والحضارة فقط، قال أنها نوع من الهراء. فالحضارة الأوروبية تتقضيها وقت البهر، إنما هي ابنة مدللة لأب مصري وأم عراقية. الله. وده راجل أمريكاني بقى ورأسمالي وواد، إنما الحقيقة خلقت لتعرف. إذن أيضا الحضارة اليونان لما أقاموا هذه الحضارة سقطت في بلاد اليونان بعد قرن من الزمان، وأصبحت مراكزها الأساسية في الإسكندرية، مدرسة الإسكندرية والمتحف الميوزيوم اللي عملنا مدرسة الإسكندرية حاليا علشان ترجعني للماضي. وأيضا في أنطاكيا في سوريا عند جماعة السلوكيين، وأيضا في تركيا حاليا اللي هي في حضارة بونتش جبال بونت، وايضا في بلاد فارس في جنب صابور. انطفت الحضاره اليونانيه في اليونان وتوهجت في الشرق، ولذلك جرت تسميتها بالحضاره الهلينيستيه، يعني الحضاره اليونانيه اللي اتخربت في بلاد اليونان وفي اوروبا ازدهرت في الشرق. وطبعا الازدهار معناه المراجعه والنقد ثم الاضافه والابداع. لو رجعنا بعد كده لو الحكايه بسرعه شويه، الإسلام لما قام الأديان كلها تدعو إلى السلام وإلى المودة، لكن الدعوات الإسلام والأديان السماوية الخيرة، وحتى الكثير من الأديان الوثنية خيرة، زي الكونفوشيوسية، زي البرهمية البرمتية أو الهندوكية أو البوذية، فيها حاجات أفكار عظيمة جدا. وأقول لكم إن أوروبا والغرب لما حاول يروح الشرق اخيرا، يعني في السنين الاخيره والشرق جاي وحضاره الغرب هتسقط، فعايزهم بعمليه تبشير، فبعتوا 10 قساوسه مسيحيين في الارساليه هناك يعلموا بعض القرى المتطرفه في جنوب شرق اسيا، يعلموهم الايه الوثنيه. بعد 10 اعوام عاد هؤلاء ال10 قساوسه متخلين عن مسيحياتهم ومعتنقين الهندوك والموذيه ومش جزافا ان الاسلام دعا خيرا لاهل الكتاب، ومش كده وبس، ولبعض العقائد الوثنيه زي الصابئه الذين ابصر رسوله بان يعاملهم معامله اهل الذمه، وزي المجوس اللي هي الزرادشتيه، ولما تشوفوا نيتشه وهكذا تكلم زرادشت تعرفوا ان الاديان كلها خيره، لكن يظل هناك هو وسيعه بين ما يجب ان يحدث او ان يقال وبين ما هو وضع الفعل. وانا كمبرر اقول لك لا، كل هذا الافكار ضرب بها عرض الحائط. وتكونت لدى الغرب نظره غرستها الكنيسه بان محمد هذا هو زير النساء، وانه افار، وانه 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 مصاب بمرض الصرع، وان الاسلام في مجموعه ما هو الا رؤيه مدويه للديانه اليهوديه، وان الحضاره الاسلاميه كلها اقتباس من الخارج وهي نقد ومحاكاة وليس فيها نبع من التصالح، ولذلك المستشرقين اتبعوا منهجية التأثر والتفكير والتأثير، كل حاجة حلوة عندنا يردوها من إيه؟ لمصادر أجنبية، ودي طبعاً مدارس الاستشراق في هذا الصدد حدث ولا حدث. لكن أوروبا عصر النهضة
النهضة الأوروبية وحركة الإصلاح الديني التي حسمت أنهت مرحلة العصور الوسطى بغيبياتها وبدأت الحياة، الحياة الدنيوية، الحياة الدنيوية، وبدأ العقل بدلا من القانون الكنسي، ظهر القانون المدني، ظهرت الدولة الوطنية الحديثة. هذا التغيير كله هو العامل الأساسي فيه هو الحضارة العربية الإنسانية الإسلامية. ولذلك لم يكن جزافا ان ميكيافيلي وهو ابن عصر النهضة، مش ميكيافيلي اللي هو صاحب الكوميديا اللي هي دانتي الليجيري، يحطوا باباوات روبا في الدرك الاسفل من النار ويحطوا ابن رشد في المقهر، وان واحد قسيس هناك اسمه سيجر البرامطي يعمل اكاديميه على حسابه عشان يدرس افكار ابن رشد، وبعدين يلعبوا ويقول لك لا ده اللي عملها موسى بن بريسون اللي هو عنده استاذه موسى بن ميمون اللي هو كان تلميذ مين؟ كان تلميذ ابن رشد. لا يا حبيبي ده كلام ابن رشد، ده كله ده بتاع ابن رشد. ابن رشد هو اللي عمل حركه الاصلاح الديني في اوروبا، وهو اللي هيئ اوروبا بقى للحداثه والعصر الحديث والثوره الصناعيه والعلم والاكتشاف الفضاء، حدث ولا حرج، كل ده اصلا عندنا. واحنا ابن رشد الان يلعن في جامعه الازهر على انه زندوق وافاق، ويمجد من؟ يمجد مكرس التخلف والاستبدال الغزالي ومن قبله الاشعاري، ثم اخيرا هذا الثالوث المدمر ابن تيميه. هؤلاء الثلاثه اللي ليس له الا اسهام. الغزالي يحمد له انه قبل ما يموت بثلاث ايام تاب الى رشده وكتب، احنا بنسميه حجة الاسلام وليس الانسان على كلامه. وشيخ الازهر بيبادي في ندواته في التلفزيون بانه صاحب الاسلام المعتاد اللي هو بتاع الاشاعري، والاشاعري كان صنيعة الخلفاء العباسيين وبالذات الخليفة المتوكل اللي قال انه اراد ان يعمل مذهب لاهل السنة، فجاب راجل يعرف في الجلل من المعتزلة والضال الضايعة والضال البغل الشهباء والضال الجريات، وقال الراجل طلع يحكم طلع في البيع على المسجد يقول لك من عرفني فقد عرفني، انا فلان ابن فلان، من يعرفني من لم اعرفه بنفسي، انا كنت بتكلم عن الاعتزال والجبر والاختيار وال، وبعدين ده الرسول جالي في المنام وشد ودني قال لا بقى ارجع الكلام المعتزل بقى ده كلام. باختصار يجي الغزالي بقى يضيف للاشعريه التصوف الطرقي اللي احنا عايشينه دلوقتي بتعدوا الخرافات اللي انتم بتشوفوه. وطبعا من الوقت لا يسأل باختصار يحمد الغزال انه في اواخر ايامه اعترف مرتين، مره في كتاب المنقذ من الضلال ومره في رساله وجهها الى ابنه. بقول له ايها الفتى، بقول له اياك والسلاطين، لو قربت منهم وقربوك هتخسر دينك، لو ابتعدت عنهم وهاجمتهم هتخسر دنياك، ابتعد يا ابني واستفيد من تجربه ابوه. ويقول بقى وهذا هو المهم عشان نبطل كلام عن الغزالي ها واللي هو عمل تهافت الفلاسفه، وهو اللي حرم كل العلوم الطبيعيه وحرم علم المنطق وقال من تمنطقه تزلق، وان المنطقه كفر، وان المنطقه مدخل الفلسفه ومدخل الكفر كفر. الله اكبر، ده يرجع في اخر بقى لما يشوف خلاص هيقابل ربنا. قال كل ما كتبت لن يكن لوجه الله. في النص الثاني قال كان طبعا في المال والجاه، اللهم التوبه اللهم التوبه اللهم التوبه. هذا هو الفكر الذي رانا واصبحنا عند التخلف. اوروبا لما فائت بالاصلاح الديني ودخلت عصر الانوار والعقل بدات تقيد العالم الاسلامي. واحد زي جوتا في الديوان الشرقي يمجد محمد عليه السلام. الراجل فولتير اللي كان ملحد وكان يقول ان الله لم يخلق البشر وانما البشر هم الذين خلقوا الالهه، يجي على الاسلام يقول لك هذا الرفض العظيم على محمد البدوي الذي غير وجه التاريخ، لابد ان عنده ما كان يجعله متداولا وسريا، لان كل قوه بهذه الدرجة لابد أن تحمل المصدر فيه، لابد أن تحمل المصدر فيه. محمد عبده وتولستوي والرسالة بينهم بعض على محمد الرجل العظيم الذي غير وجه البشرية نحو خلقه إلى آخره إلى آخره. وللعلم
الإسلام الديانة الوحيدة التي اعترفت بكل النبوات السابقة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبعدين لا نفرق بين أحد من الرسل إلى آخره. الإسلام ده مبادئ العظيمة، لكن على يد الغزالي وعلى يد الأشعري وعلى يد ابن تيمية أصبح الإسلام في خبر كان. فما أحوالنا الآن إلى المعتزلة ثم إخوان الصفا ومن بعدهم فلاسفة الأندلس وعلى رأسهم ابن رشد الذي يقول ابن رشد نص في غاية الأهمية ينفعنا في هذه اللحظة طبعا للتيارات الأصولية وبما فيها الأخر. يقول لك بضاعة الغرب كفر، بضاعة الغرب كفر، والعلمانية اللي جاية من الغرب تبقى كفر، والديمقراطية كفر، والفكرة الوطنية عند الإخوان المسلمين لا وجود لها. يقول بالأمة، مفهوم الأمة الإسلامية، ويسيب حتة من هنا وحتة من هنا عنده على أي استعداد، وينفذ المشروع الأمريكي الصهيوني الجديد لتشظية العالم الإسلامي وتجزئته بحيث يعمل من حاجة اسمها خليفة إسلامية، خليفة لا قيمة له، هيكون أردوغان كما كانوا يحلمون ويتصورون، وينطبق عليهم القول خليفة في قفص بين إناس ودغى يردد ما قال له كما تقول الببغاء. الآن الخلفاء العزيز يعملون على كل حال. جاءت حركة الاستشراق كان لها ما لها وعليها ما عليها، ثم جاء بقى الاستشراق الجديد اللي فهمنا ونحن بمشروع هنري كيسنجر الراجل اليهودي برنارد لويس اللي هو الفوضى الخلاقة والاحترام. وزي ما قلنا في انتوا بتوع ادب وفكر و نرجع هنا بقى للايه لما بعد الحداثه البوست مودرنيزم اللي احنا مبهورين بها كالعاده، اي بعد نقد المغربيه دي معناها بتقول ايه؟ تقول بفكره تجزئه المعرفه ونسبيه المعرفه، يعني ما في السواد، يعني جزء اللي هي في السياسه جزء العالم العربي ده لك هي ناس صغرى ده بتاعت مين؟ ده بتاعت برنارد لويس. يقول العالم قوي جدا بالتعدد والتنوع اللي قاله الدكتور جابر في محاضرته القيمه في خطوته الرائعه لهذا اليوم. التنوع والتعدد ممكن يكون مصدر قوه وممكن ايضا يكون مصدر لو يوظفه مصدر سلبي. فهو ده العالم الاسلامي فسيفساء من الاثنيات والعنصريات المختلفه ومن العقائد والاديان والمذاهب المختلفه المتصارعه. لو اصطدمتم وان هذه الاثنيات تشكل حجارة الهرم الصلب، وإن نحطها في بعضها إيه الأسمنت بتاعها؟ هو الدين، هو إيه؟ الإسلام. فأوعى تصطدم بالإسلام ولا بالإسلاميات، تعال على الهرم من كل ناحية وفرغ الأسمنت وبعدين ينفخ فيها يطير. دي نظرية قد نظرية مين؟ نظرية برنارد لويس. كيسنجر بقى هو اللي عمل الفوضى الخلاقة، لأنه حصل على الدكتوراه بتاعته على إعادة تقسيم العالم في مؤتمر فيينا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وعبقري، وهو اللي طلع بقى الفوضى الخلاقة، هو اللي قال عشان تغير خريطة العالم هتحصل ضجة كبيرة جدا، لازم تعمل حالة من الفوضى والناس ياكلوا ببعض، وفي الشرق الأوسط إيه؟ الإثنية العنصرية ثم الدين والمذهبية، وقعوا في بعض وياكلوا بعض ويطلع متطرفين ويسبوا النساء ويبيعوا في سوق رقيق، ويقول لك هو ده الاسلام والدهون والشوكولاته والعمليه. الناس الحقونا يا امريكا، في هذه اللحظه تخش امريكا وتطبق مشروع الشرق الاوسط الجديد، لكن نجح في كل اقاليم ودول الربيع العربي، ولكنه فشل في مصر واحبط في مصر. و نجاح مصر في هذه المواجهه سيعرضها الى تحديات كثيره، ومع ذلك بالتكاتف الشعبي مع السلطه الثوريه والتي عليها شاءت ام ابت لكي تحافظ على وجودها ان تحقق اهداف الثوره رغم الظروف الصعبه، او على الاقل يستشعر الشعب ان قيادته جزء من لحمته. في هذه الحاله ولا امريكا ولا غير امريكا ولا لويس ولا الصهيونية العالمية ولا الشرق الأوسط الجديد. والتاريخ يشاهد في كل الحملات الصليبية مصر اللي سلطتها في كل الغزوات المغولية اللي اتحد العالم وجت لغاية مصر هي اللي ردتها، وعبد الناصر هو اللي حرر العالم العربي
فالمتعلم الثالث ولذلك عندنا مفهوم الآخر قبل ما نحاول نعرف الآخر لابد أن نعرف أنفسنا أولا. ويقول سقراط في هذا الصلاة قمة الحكمة هي أن تعرف نفسك، وإذا عرفنا أنفسنا جيدا سوف نتعرف على الآخر. وأشكركم والسلام عليكم. شكرا للأستاذ أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة القاهرة على جامعة الشمس على تفضله بتوضيح أهمية المصطلح في حياتنا وأهمية المصطلح في تاريخنا وأهمية المصطلح في حاضرنا وأهمية المصطلح في مستقبلنا. و حقيقة يعني سعيد بوجوده معانا لأنه قيمة ثقافية وقيمة أدبية وقيمة تاريخية كبيرة جدا جدا جدا. ونحن في جامعة الشمس نعتبر أستاذ الأساتذة في التاريخ الإسلامي وبعتذر له جدا جدا لأن وقت المحاضرة كل وقت الندوة بلها ساعة ونص واحنا عندنا اربع محاضرات لو قلنا كل واحد نص ساعه او ساعتين مش هديكم فرصه تناقشوا مش هديكم واحنا متاخرين كمان تقريبا نص ساعه وبدانا بالاسلوب اللي شفتوه موجود علشان ما نضيعش وقت لان كنا بدانا عند حضور الجميع ما كناش بدانا لغايه هذه اللحظه. فانا بشكركم اي واحد وان شاء الله ندي الدكتور محمود فرصه ان هو يجاوب على اي تساؤل لانه اثار كثير من المشاكل كثير من القضايا كثير من الاراء الشائكه فلابد ان احنا اي واحد عنده تساؤل هنتيح له فرصه ان هو يجاوب عليها كلها جميعا ان شاء الله. بس يبقى حالنا فرقه علشان الوقت والوقت خساني زي ما انت عارف. بنشكر بعد بنشكر استاذنا الدكتور محمود اسماعيل معنا ما ان شاء الله بعد ما نخلص بس بعد ما نخلص هندي كل واحد على الاقل فوق دقيقتين ان شاء الله بس يبعت ورقه بقى عشان التلتين. معانا المتحدث الثالث وهو في هيحدثنا عن معوقات الخطاب الثقافي معوقات الخطاب الثقافي لأستاذنا وأخونا الأستاذ الدكتور محمد أحمد معاذ وهو دكتوراه لغة عربية ومعلم خبير لغة عربية عضو قسم قياس الجودة إدارة مطار التعليمية وهيحدثنا زي ما قلنا عن معوقات الخطاب الثقافي. فيتفضل سيادته ونستأذنكم ونستأذنه بعد ربع ساعة ويتحدث مباشرة عن المعوقات علشان تحفظ الدكتور مصطفى عشان ممكن الندوة بعد كده ممكن تبقى مشكلة. فاتفضل سيادتكم الدكتور محمود أحمد معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. إنني تبلغني السعادة أن أكون موجودا بينكم. وذلك في بدء حقولنا أحوجنا أن نعيش في الثقافة وأن تعيش الثقافة فيها. ما أحوجنا أن نعيش في الثقافة وأن تعيش الثقافة فينا. فالمجتمع المصري في الأحوال الراهنة بما يمر به من أزمات ومشاكل ومعوقات هو في حاجة إلى أناس ينزلون إلى أرض الواقع. أنا معلم أعاني كثيرا من الواقع وما به من مشاكل. أعاني من الخطاب الثقافي في بيئة هي ريفية تعاني من الخطاب الثقافي. الخطاب الثقافي له إشكاليتان، إشكالية الخطاب وإشكالية الثقافي، وكلاهما مصطلحان يلغزان أحيانا ويصحبان، فلا نجد اتفاقاً على هذين المصطلحين. ولعل السبب في ذلك أن مثل هذه المصطلحات
حديثة في بيئتنا العربية، وإن لم تكن بالحديثة في معناها وجودها، ولكن استحداثها باستيرادها وترجمتها إلى لغتنا العربية مما جعل منها إلغازا. فهناك من ردها إلى اللغة، وهناك من ردها إلى علم النفس، وهناك من ردها إلى الفلسفة، وهناك من ردها إلى علم الاجتماع. نظرات متفاوتة جعلت من المصطلحين تشعبا كبيرا لا نستطيع إدراك يعني تعريف لهذين المصطلحين. ولكن سأعرج سريعا، كما أن البحث كان في كتاباته سريعا، فهو إطلاق على معوقات الخطاب الثقافي. العنوان كبير جدا، أولا لابد أن أعترف بذلك، فليس عنوانا سهلا وليس عنوانا بسيطا، ولا يمكن لفرد مهما أوتي من قوة أن يتناول هذا البحث بأدواته هو فقط، بل هو يحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود من كل الشعب، من كل طوائفه، من كل فئاته، من حكوماته، من مؤسساته، من المجتمع المدني، لنعلم كيف نجتمع على كلمة سواء تقول لنا ما هو الهدف من خطابنا الثقافي، ماذا نريد. وهذه رؤية استراتيجية، فمن لا رؤية له فلا تخطيط له ولا استراتيجية له. الثقافة عندنا تحتاج إلى نوع من العمل التخطيطي، فإن لم يكن هناك نوع من التخطيط فهو تخبيط، إن صح التعبير اسمحوا لي بذلك. فنحن نحتاج إلى التخطيط، وليس تخطيطا نابعا من مصطلحات تستورد لتفصل على الجسد المصري وهو يأباه، ولكننا نريد مصطلحات وإن كانت من الغرب أن تستقي مشاربها من البيئة المصرية، من معاناة المصري. أكثر من 90% من الشعب المصري يعاني، هو فقير، وهناك كثير من الأميين. كيف نصل بالخطاب الثقافي إلى هؤلاء؟ مشكلة كبرى، يعني ليست المشكلة في أن ننتج مبدعين أو أصحاب قصائد نثرية أو أصحاب حداثة وما بعد الحداثة والبنيوية وما شابه ذلك. نحن نريد مثقفين يتعاملون مع الواقع، يفهمون الشخصية المصرية. نحن نريد ثقافة كما تحدث أستاذنا الدكتور جمال حمدان في كتاب شخصية مصر. نحن نريد من يعي هذه الشخصية ومن يعي بيئتها. جمال حمدان عندما كان يرى الشخصية المصرية كان يتحدث لماذا تتقارب البيوت في الريف؟ لماذا تضيق الشوارع؟ لماذا يميل المصري إلى المساندة؟ هذا رجل جغرافي، ولكن وعى بفكره الثاقب أن البيئة المصرية تحتاج إلى تحليل، فما أحوجنا إلى إعادة هذا التحليل، إلى اكتشاف بيئتنا المصرية، وليس بالصعب، ولكن فلينزل أساتذة الجامعة من أبراجهم العاجية إلى هذا الواقع، وأنا أستطيع أن أصحب واحدا منهم لم يكن يدري هذه البيئة لأريه كيف يعيش الإنسان البسيط، كيف تحدثه عن الثقافة والمصطلحات والفكر العالي والسمو والأخلاق وهو لا يجد لقمة العيش، وهو ممن لا يستشار لأنه ليس في بيته دقيق. ضاقت عليه الدنيا، فأنت تريد أن توسع للثقافة؟ كيف يتواصل معه؟ حتى لا أطلع عليكم من معوقات الخطاب الثقافي. أولا معوقات ثقافية، البيت نفسه فيه معوقات. الثقافة تحتاج إلى نظرة علمية، فإذا ما أخذت بجانب من الانطباعية وجانب من النظرة التي لا تستكشف فلن تسير في الخط المستقيم لها أبدا. لا بد من النظرة العلمية للثقافة، هي علم الثقافة. إذا كان الغرب عندهم علم القمامة الكربونيشي فلا يكون عندنا علم الثقافة؟ ولماذا لا يدرس علم الثقافة في كل الكليات المصرية عملية نظرية؟ لماذا لا تكون هناك بذور للثقافة في مدارسنا ومعاهدنا العلمية لتدريسها، لتصبح الثقافة علما وليست تخبطا؟ فمن المعوقات الثقافية الخارجية المعوقات الناتجة عن فرض ثقافة بعينها مثل هيمنة العولمة. هذه أحيانا تجعلنا كما قال الأستاذ الدكتور محمود نتعرض إلى ضغوط وانبهارات غربية تفرض علينا واقعا، هذا الواقع قد يفرض علينا ثقافة بعينها.
أن نتبنى فكرا بعينه ظنا منا أن المخرج في هذا الفكر. هذا عن العلماء في سريعا. ثانيا الأفكار الوافدة أفكار هدامة، أفكار تشيع أن المجتمع كافر، أفكار تشيع أن المجتمع المصري هذا لا بد أن يكون مجتمعا كله على كيانة واحدة، لا بد أن يكون على فكر واحد، هذا مجتمع مفكك، هذا هذا، ويرسل لك أفكار للتآمر ليس من ورائها إلا التشتت والتشذر الذي يقضي على بيئة الإسلام. معوقات داخلية للثقافة، نوعية الخطاب الثقافي. إذا كان الخطاب الثقافي متعاليا عن الإنسان المصري، هذا التعالي يحزن. وفعلا عندما تحضر إلى نوادي الأدب، من يحضر في أحيانا، والله أنا عضو مجلس إدارة نادي الأدب في مدينتي، لا أجد أحد الأحيان، مع أننا نقوم بقوافل ثقافية إلى القرى وإلى المدارس. فإذا نوعية الخطاب الثقافي لابد أن نفكر كيف نصل بخطاب ثقافي إلى المجتمع كله، لا يقصى منه أحد، ولا يستبعد أحد، ولا تبتر طائفة، ولا تفضل طائفة على أخرى، الكل في مركب واحد. فعلينا أن نقود هذا المركب أو تلك السفينة إلى بحر الأمان بخطاب ثقافي واعي لا يقصي أحدا. موقف النخبة، اسمحوا لي أنا يعني لا أتجنب في هذا. إذا كانت المصطلحات تلعب بعقلية النخبة وتعجبهم، فهم قد عزلوا أنفسهم عن الناس. فأين جمهورهم إذا؟ من يسمع إليهم إذا؟ أزليهم؟ أزليلان؟ أثلاثة؟ أعشرة؟ أمائة؟ أم ألف؟ وماذا عن بقية 90 مليون؟ من الذي يسمعهم؟ من الذي يتواصل معهم؟ من الذي يسمع منهم ويعرف مشاكلهم؟ لا أحد. فالنخبة أحيانا تشمخ، ولا لا أجمع ولا أعم، ولكن هذا هو الظاهر. حتى القصائد التي تقال، أنا كنت في حفلة في نادي الأدب ووجدت أن أحد الحاضرين يقول ما هذا الذي قاله زميله؟ أنا والله لم أفهم منه شيئا. فعلا هذه القصيدة لم تكن ملائمة، هقول لكم كان ممكن أن يقول غيرها ولو قال غيرها، ولكن هذا المنبع من هذا المنتوج فلن تفهم أدب. فعلينا أن نفيق. أين الأدب من الناس؟ سيقول لي أحد وهل تريد أن ننزل بالثقافة إلى هذا الانحطاط؟ لا أقول انحطاطا، بل أن تأخذ بأيدي الناس إلى ثقافة مشتركة مفهومة ليس فيها إلغاز وليس فيها غرام. نوعية المادة الثقافية، هل تقتصر المادة الثقافية على تمثيلية أو فيلم أو كتاب وقضي على الثقافة بعد ذلك؟ انتهت رافعها؟ ليس هناك ما يلعب الثقافة من أي نوع آخر؟ لماذا توقفنا عند ذلك؟ لا بد أن نبحث عن منتوجات لنا من الفكر الثقافي الواعي لكي نصدرها إلى المجتمع، ثم بعد ذلك بتغذية الراجعة الفيدباك نعرف ما الذي يريد هذا المجتمع منه. أما أن تعيش الثقافة في موقف براق فهو في احتفاليات كما نحب، فالثقافة لم تؤدي الواجب منها تجاه هذا الجمهور العرض. ثانيا معوقات التعليمية. إذا أنا معلم، وهذا الكلام ليس فيه افتراء ولا أنا أقول كلاما ليس على أطراف، أنا اليوم جئت هنا لأنني أحب الواقع، أحبه فعلا، والانفصال عنه وانفصال عن الحياة. التعليم ما هو إلا حشو للمعلومات. أنا معلم للغة العربية، كنت أدرس أشياء لست مقتنعا بها. أين الثقافة والوعي في هذه المعلومات؟ لا يوجد. نص، معاني، مفردات، المضاد، الجمع، ضعها في جملة من تعبير وانتهى الأمر عند ذلك. أين النصوص التي ترتبط بالثقافة؟ المؤرقات، المؤرقات في البيئة المصرية، الوعي الصحي والنظافة، والوعي بقيمة التعليم، والوعي بالقيم الاجتماعية والقيم التعليمية والعلمية، أين ذلك؟ لا يوجد في كل البلد. ثالثاً
المعوقات الاجتماعية؟ عندنا أول شيء فيها العادات والتقاليد. حدث ولا حرج، الشعوذة والسحر والتمائم وما يعلق على الأبواب والاعتقاد في يعني أنه إذا ذبح هذا عند ولي سوف يفعل كذا وكذا، يعني أشياء ونحن في ماذا؟ يعني نحن ليس عندنا أمية في التعليم فقط، بل هي أمية في الكمبيوتر والإنترنت، كارثة كبرى. ده ليس هذا في الأنصاف المتعلمين أو الأمية فقط، بل هذا في المستوى الجامعي. هناك أمية، فما ذلك من لا يقرأ ولا يكتب؟ فلا بد أن ننظر إلى نوع من البرامج ذات التوعية الناضجة. ما الذي يحتاجه هذا المجتمع؟ كيف هو هذا هو التنوير على فكرة، هو ده التنوير، مش التنوير أن أخلعه من العادات الراسخة الطيبة لأقول إنني أحدثت تنويرا. لا، انطلق من تراثك من عاداتك الطيبة، ولكن غير بهذه الأدوات من العادات السيئة التي تتجذر وتتشعب في المجتمع المصري. ثم نأتي إلى مكانة المرأة وهي ما زالت مسكينة في الريف. عندما تخرج طالبة من التعليم من أجل أن تتزوج أو لأن الأب يفضل عنها أخوها الذكر، فهذه كارثة كبرى، قتل نصف المجتمع. الوضع الصحي، تعالوا انظروا كيف تكون أحوال الشوارع وما فيها وأنتم ترون بعينكم. الجهل وما أكثره في العادات السيئة والسلوكيات المنفرة، وأنتم تلاحظون ذلك أيضا. السلوكيات المرفوضة، ظهر تحرش كما تسمعون، ورسائل الإعلام تتكلم، والاتجار بالمخدرات في أحيانا في مناطق يكون يعني شبه عالمي، والاتجار في السلاح والعنف وإساءة السلوكيات العامة، كل ذلك. رابعا المعوقات السياسية، فيها معوقات خارجية طبعا، تعرفين موقع مصر الجغرافي وما يصدر إليها من المشكلات، فهذه مشكلة عويصة كبيرة أيضا. المعوقات الداخلية، طبيعة العمل السياسي، هناك أناس زجوا بأنفسهم في السياسة وهم لا يفهمون في السياسة ولا غير السياسة، لكنها نوع من المنظرة أنه عايزون ينتمي إلى حزب سياسي، وهذا شيء غير طبيعي. الدور النخبوي للسياسة، فالسياسة استقطاب للنخبة في الغالب، وهناك من يحب ذلك. معوقات اقتصادية، منها الفقر، منها البطالة. هناك معوقات الخطاب الديني، وما أدراكم ما مرت به مصر، ورأيتم وسمعتم كيف يكون التحريض على التكفير والقتل مصيبة كبرى حملت المجتمع المصري. أشكر لكم حسن الإصرار، والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للأخ الأستاذ الدكتور محمود أحمد محمد معان على تناوله لمعوقات الخطاب الثقافي ومعوقات التحديات الثقافية، وكلها كما أكد لابد أن تكون متكاملة. ما ينفعش إن احنا نركز على اتجاه ونسيب اتجاه، من ثقافي واقتصادي واجتماعي وقبلهم تعليمي وبعدهم المرأة والسياسي والعادات والتقاليد. كل هذه المعوقات لابد أن نتكامل جميعا في القضاء عليها من أجل أن نصل إلى الخطاب الثقافي المرئي أو التحديات المعوقات الخطاب الثقافي. شكرا للأستاذ الدكتور محمود، وننتقل الآن إلى محدثنا الرابع الأخ الأستاذ الدكتور نادل أحمد عبد الخالق، وسيحدثنا عن إشكالية المصطلح النقدي. وإشكالية المصطلح النقدي، الإشكالية نفسها محتاجة إشكالية، يعني محتاجة إن احنا نوضح كيف نواجه المعوقات، فإذا كانت المعوقات موجودة فكيف نواجهها؟ فهي مشكلة كبيرة. ولكن الأستاذ الدكتور نادل أحمد الخالق هو ناقد وباحث أكاديمي، له مؤلفات عديدة منها الصورة والقصة والفنون الأدبية في مجالات الهاي وإيقاع الصورة والشخصية الروائية واتجاهات الصورة الشعرية والصورة والتجربة والمتخيل التعبيري والصورة الموضوعية
وله العديد من الأبحاث العلمية في موضوع النقد الأدبي. فليتفضل سيادة الدكتور ماجد أحمد صالح يحدثنا عن إشكالية المصطلح النقدي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جميلا لكم. هي سعيد بصفه شخصيه بصفه عامه لمدار هذا المؤتمر ودور الاخوه المتقدمين على مجاهده في اصول وفي الاداره الثقافيه وفي مجال الثقافه. هذا النجاح وراء مجال كبير وراء عطاء متميز. بداية لا أستطيع أن أتحدث في هذا البحث الجميل قبل أن أذكر صديقي الراحل القدس المسعد علينا بالرحمة وبالخير، فما زالت كلمات تتردد في ذهني قد تزامنا في الثلاث سنوات الأخيرة في عدة مناسبات وفي مواقع وكان رجلا طيبا محترما شديد الحرص على الثقافة وشديد الحرص على التميز والتواجد بشكل رائع دائما. فتحية لربنا الكريم وتحية لكم وتحية للمؤتمر الذي تبنى إلى ذكراه بشكل عملي وبشكل تطبيقي يحصل للمؤسسة الثقافية في مصر التي لا تعرف دور أبنائها أبدا. أعود إلى الموضوع وإشكالية المصطلح النقدي. وفي الحقيقة أن المصطلح النقدي دائما وأبدا ما يمثل إشكالية للناقد والمتلقي والشاعر القديم، لأن المصطلح النقدي دائما هو إنتاج فكر معين لمرحلة معينة في وجود نصوص معينة. أقول أن المصطلح العلمي والنقدي والأدبي ناتج عن وجود تيار من التعبير عند مجموعة من الكتاب والشعراء في عصر معين يمثلون أفكار مختلفة عن غيرهم، وكانت هناك بيئة صالحة لرواج هذا المصطلح وانتشاره حتى أصبح يمثل مدرسة أدبية أفريقية نقدية ذات تأثير مباشر على التجارب الدولية. ويمثل المصطلح النقدي الأدبي كذلك معيارا أساسيا لفهم النصوص، للفهم الدقيق للنظرية النقدية والأدبية معينة نتج الطرح على صاحبها عند قراءة النصوص لتمثل ظاهرة منطقية في الواقع الأدبي والاجتماعي في زمن ما. وتفرض هذه النظرية طريقة ما للتطبيق العلمي الفني أو التخصص، وقد يكون ذلك في صالح النص الأدبي على المدى البعيد عند خضوعه لمنطق التحليل في ضوء الأفكار وقدمت عن ذلك الفهم مجموعة من الدلالات والسمات التي تتفق مع منطق التعبير أحيانا. إذا نظرنا إلى المصطلحات البنيوية والحداثة والتراث والتكتيكية والواقعية والرمية وما إلى ذلك نجد أنها تتعلق بنصوص وموضوعات كانت مصاحبة لانطلاقها في مجتمع ما وبيئة مفردة هذه الأفكار وظلت مرادفة لها زمنا طويلا إلى أن حلت عندها محلها. وهنا يبدو المصطلح وقد فقد كثيرا من منطقيته وحل آخر محله، وهكذا تتوالى المصطلحات تباعا وتصبح الأفكار سمات وعلامات تنبع من استمرار التأثير المباشر للمصطلح، ولا تظل الأفكار الاصطلاحية ثابتة على حالها. المصطلح لا يمكن أن يظل ثابتا إلى ما لا نهاية بقدر ما تتحول إلى قراءات تتردد من حين لآخر حتى تفقد تأثيرها في ظل الهيمنة الجديدة للمصطلح الآخر. والمتابع لتاريخ المصطلح النقدي في العالم العربي يجد أن التاريخ القديم في مجال النقد لم يقف كثيرا عند الاهتمام بسبك المصطلح، وكان النقد في جملته يقف عند الدلالات اللغوية والبلاغية والتفرقية، حتى أن عبد القاهر الجرجاني لم يهتم بهذا الأمر كثيرا في كتابي أسرار البلاغة وذات المجال، ونجد له مصطلحات لتميز أفكار ونظريات، وأن ما ورد فيهما كان مسائل بلاغية بضوء نظرية لغوية محوية تحت مسمى نظرية النظر التي شغلت النقد وأصبحت منهلا للنقاد إلى وقتنا هذا في مصر وفي الوطن العربي وفي أوروبا.
شملت هذه النظريه كثيرا من ظروف التعبير في اطار تنظير فكره النقد العلمي الموضوعي المنهجي وتطبيق لهذه الافكار بدايه من الاهتمام بالكلمه والجمله والنص من خلال تشكيلاته وتراتيبه وتكوينه بضبط من سبب البلاغه والنحو واللغه ومقياسها. مع الاهتمام بقراءه الصوره الادبيه بطريقه بلاغيه يحكم من خلالها على تفوق النص او العكس، ميل ان خلاصه نظرتها على القارئ انها اتت بالصوره واتت بتطوير فكره قراءه الصوره في النص وتكفير تتبع مراحل وتطور التعبير داخل النص من خلال الصوره تشكيلتها ومرادفاتها المختلفه. ايا كان وايا كان الامر فان المصطلح النقدي دائما يحتاج الى بيئه صالحه لانتاجه وتعزيزه في مفهومه النظري وطريق التطبيق، ويجب ان يكون ملائما للواقع الذي نتج منه ولا يكون صرفا على هذا الواقع بقدر ما يكون تطورا مربوطا بالنوع الادبي والفكري وحلقه اتصال بين العالم الفني والعالم الابداعي الداخلي. والناقد الادبي يجب ان يكون ملما بكل التيارات النقديه وبجميع المذاهب والمناهج وعن مختلف حكمها والنصر من منظور عام دون التقيد بمذهب خاص او فكر الاحاديث، لان النص الادبي ابداع في المقام الاول وليس عملا علميا خاضع للنظريات المسبقه. وهذا يعني فكره اعداد الاحكام التابعه للنظريات الاصطلاحيه وتحرير النص وقولته في اطار مصطلح معين غير دقيق وليست في صالح العمل الادبي. ويجب الإشارة إلى البناء الكلي للعمل والذي لا يقف عن حدود نص واحد أو جزئي بل يتعدى إلى الرؤية الكلية لمجموعة النصوص المتمثل في مجموعها نصا كليا بصورة ممتدة تشمل الفكرة العامة وتطول التجربة من بدايتها حتى منتهاها. هذا الملمح الفني في تطبيقه النقدي وفي بنائه واستقصائه يعد من خصوصيات الصورة الشعرية أو الأدبية خاصة والصورة التعبيرية عامة نظرا لعمليه التركيب التي تحظى بها الصوره وكانها مجموعه من الزخارف المتعانقه شكلا وتركيبا. هذا يقتضي بحثا عاما وتحليلا شاملا وحكما نهائيا لفكره الصوره، وعلى ذلك يصبح منهج التصوير التكوني هو وسيله التحرير تحرير النص من هيمنه المصطلحات وطريقته التي تفصل الصوره وتقسمها الى نصوص تصويريه جزئيه تتواصل مع بعضها وتنتج علاقات والتأويلات المتداخلة والمتنة. هذا المنهج التصويري يقيم علاقاته مع حالة أعيات الفكر وتقابلات الصورة وتباعد تأثيراته التي تقف عند ملمح فكري خاص، وإنما يتشكل من عمليات الانفعال في الصورة والتي تبدأ من الشعور إلى الحس أو العكس حسب نوعية الصورة وتكوينها الحسي والمعنوي حتى تستقر في ميدان التلقي عند فهمه وعند تحديده للقوة الكامنة في توجيه النص من خلال هذه الصورة. وهذا وهنا لا يمكن تحديد قرينة ثابتة تتعلق بالصورة الواحدة حسية كانت أو معنوية وتصبح قيمة القارئ هي نمط التمييز بين عملية الانفعال ورحلة التكوين للصورة من استقرارها في متغيرها. وتبقى الصورة في النص هي أولى مراحل التحرر تنفتح على مضمون عديدة لا يمكن حصرها في مضمون خاص نظرا لعملية التكسير والتقييم لبنائها وعملية سردها سواء كانت مبنية على التشبيه أو الاستعارة أو المجال، وسواء كانت كلية أو جزئية، لأنها متعددة كالمزيج المتعدد الأشكال والأنماط لتظن أنه طريق في إعداده ونتجه وجمعه، لكنه ترام له ليس له بداية معلومة أو نهاية يمكن الوقوف عندها نظرا لمتاح الدلالات على مدخلات عديدة لا تقف عندها مقمون الصوت. فمثلا إذا تمثلنا الظهر في الوانها تداخل هذه الالوان بمتابعه ذاتها او قياد لون على اخر ثم الشكل وانتظامه وتطرق هذا الانتظام في صور مختلفه ومتناسقه فضلا عن الاثر النفسي والوجداني الذي يمثل المرحله الاولى من التاثير في المتلقي المتامل في هذا الشكل وفي هذا الوصف الذي ذكرته المتامل في هذا المشهد ومتامل في جزئيات هذه الصوره في هذه الزهرة التي يعقبها المرحلة الثانية من التأثير وهي المرحلة النهائية التي يجتمع فيها اللون والشكل والعبق، ندرك حقيقة هذا التكوين الذي يشبه المزيج المتعدد الأنماط
والمراحل التي تؤدي في الى استظهار هذا الذكاء وصوره واحده تتكون فيها كل المدركات الحسيه والمعنويه، لكنها لا تحتاج الى استذهان مع محاسنها ورؤيتها منفصله من المجتمعه في هذه المراحل، حتى يمكن ان نقف على العمليه الابداعيه كامله قراءه واستيعاب واستمتاع، وكذلك الصوره التي تتشكل منها النص الادبي. لانهم فأنا أقول أن عملية التحليل أي حال تحليل النص يجب أن يتبعها تحليل لغوي وتحليل نفسي وتحليل رمزي وتحليل فلسفي. هذه المجموعة من التحليل يمكن قراءة النص خارجا من كلمة الاصطلاحية وخاليا من تأثيرات المذهبية وخاليا من التأثيرات الغربية والتأثيرات الوافدة أو التأثيرات التي تصطدم بها، وهي ليست لائقة بأدبنا وليست لائقة بتيارنا التي تختلف عن تيار الآخرين. ولدينا تراث كبير من النقد الأدبي عند نقادنا العرب علينا أن نرجع إليه وأن نستخلص منه العقول النقدية والمذاهب التي تتواكب وتتوائم مع منتجنا الادبي، لان الثقافه او الطبعه مهمه جدا والاصيله مهمه جدا. مصر لم تحظى بريادتها في الوطن العربي على الاسلامي الا بشكل عالي. القصيده والقصه والروايه والكليه والموسيقى، هذه هي قوه مصر التي جعلتها الانتشار في العالم وجعلتها الرياض. ليست مصر لو تملك مصر لا تملك ولا طائره ولا شاعر، تمتلك روائي، تمتلك قاصد، تمتلك ناقد، وهذه الافكار وهذه الاشكال مصر رائده، مصر لها الكلمه الموجوده في وطننا العربي وفي العالم المستقبل. علينا ان نجتمع على نقي ثقافه، ان نجتمع على عدم تقدم الاخر، وعلى عدم المشي قدما وراء افكار المستقبل، مهما كانت درجتها، مهما كان المعقول. مهما كان الوافد الينا هو من ياتي بهذه الافكار، نحن نملك تراثا، نملك فكرا، ونملك تجاره. شكرا لكم. شكرا لاخونا الاستاذ الدكتور نادي احمد الفايق الذي وضح اوضح لنا لابد من النظر في دلالات المصطلح النقدي، وان ناخذ من هذا المصطلح ما يعنينا وما يصل به الى المستوى الثقافي اللائق، بحيث يكون الخطاب الثقافي متلائما مع الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. فشكرا لسيادته، والان نفتح باب المناقشه، وهندي عشان الوقت هندي خمس مداخلات، كل مداخله دقيقتين، فيسمح لي دقيقتين دقيقتين علشان الساعة 7:30، فلابد ان احنا نحاول نتفق معاه. الاستاذ ممدوح مطر باحث في العلوم السياسية. اتفضل بصوتكم جميعا، ارحب بجميع الحضور، وترحيب خاص باستاذي الدكتور محمود اسماعيل الذي عرفته منذ المقارات مقدما له سوسيولوجيا الفكر الاسلامي. بشكل سريع، عندما تحدث الدكتور محمود اسماعيل عن اشكاليه الاخر بالنسبه لنا كعالم عربي واسلامي واشكالياتنا مع الغرب، اخشى ان نكون اذا كان الغرب ينطلق من منطلق المركزيه الاوروبيه، اخشى ان نكون نحن ننطلق من مركزيه معكوسه كما يسميها المفكر السوري الطيب تزين. هناك ظروف موضوعيه واخرى ذاتيه ادت الى ما نحن فيه الان، منذ ان انحطت التجاره في القرن الرابع والخامس الهجري، وادت الى سيطره التيارات الظلاميه التي تحدث عنها الدكتور محمود اسماعيل، بدءا من الاشاعره ومحمد الغزالي وغيرهم، والذين اخذوا الثقافه العربيه والاسلاميه ما اخذ اخر.
أما في الغرب فقد استطاع الرأسمالية أن تفتت أحشاء القطاع وتخرج منه عقب الثورة الصناعية واعتماداً على فلسفة التكنولوجيا. في هذه الفترة المعاصرة ما تعيش الثقافة العربية والإسلامية بشكل عام والثقافة المصرية بشكل خاص يرجع في جزء كبير منه وليس كلا إلى طبيعة الاقتصاد الريعي السائد في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، لأن الاقتصاد كما يعرف الجميع هو القاطرة التي تقود كل شيء في المجتمع، ولكن ليس بطريقة ميكانيكية أو طريقة آلية كما يعمل البعض. هذه الطبيعة الرعية للاقتصاد أدت أيضا إلى طبيعة رعية في الثقافة، فانتشرت ثقافة الاستهلاك والثقافة التي تعتمد على المعلومة السريعة ولا تعتمد على العمق، وبالتالي هجر الناس الكتب وهجروا المثقفين وهجروا الأفكار. أخيرا وليس آخرا، من هذا المنطلق ومن هذا المؤتمر ندعو جميع المثقفين الحقيقيين في مصر وأساتذة الجامعة وغيرهم إلى إعادة بناء ثقافة وطنية ديمقراطية مصرية تعتمد على الفكر العلمي وتقطع بشكل كامل وبشكل منهجي مع كل ما هو رجعي وكل ما هو تربيعي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. نروح والمداخلة الثانية زكية عبد الغني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة كنت متداخلا تماما مع الدكتور محمود إسماعيل. أنا هنطلق من مفهوم آخر. والدكتور محمود إسماعيل قال كل ما ليس أنا هو آخر. ده كلام تمام. ولكن اسمحوا لي أقدم رؤية فلسفية للآخر. الإنسان والحياة والكون ثنائيات. الإنسان هو أنا وآخر، الأنا والأنا الأعلى، الإيجو والسوبر إيجو، وبين الأنا والأنا الأعلى حوار، وأحيانا يكون صراع، ولولا الأنا الأعلى ما تقدم الأنا، فالأنا الأعلى ضروري للأنا الذي هو الذات. الحياة قائمة على الذكر والأنثى. كل الكائنات الحية ذكر وأنثى. الأنثى آخر بالنسبة للذكر والذكر آخر بالنسبة للأنثى. ولولا هذا الاختلاف ولولا هذه الثنائية ما حدث التكاثر والتناسل. أيضا الكون الطبيعة قائمة على الأقطاب الموجبة والأقطاب السالبة، فالكهرباء تقتضي لكي تسري من وجود قطبان، من وجود قطبين، القطب الموجب والقطب السالب. تسري الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. القطب السالب هو آخر بالنسبة للقطب الموجب. لولا هذه الثنائية ولولا هذا الاختلاف ما كان هناك تيار كهربي. أيضا الكون بأكمله قائم على الثنائية. لو نظرت في حركة الأرض حول الشمس، الشمس تجذب الأرض إليه، ولو كانت هناك قوة جذب وحيدة تجذب الأرض إلى الشمس لالتصقت الأرض بالشمس واحترقت، لكن هناك قوة أخرى، قوة طاردة مركزية تطرد الأرض بعيدا عن الشمس من خلال قوة الجذب التي هي موجبة وقوة الطرد المركزي التي هي ثابتة تدور الأرض في مدارها حول الشمس. أريد أن أقول أن الآخر ليس هو أنا، لكن الآخر موجود داخلي أنا، وأن الكون قائم على الثنائية، فالآخر حتمي وحيوي وضروري وجوهري للإنسان والحياة والكون. وأشكر. شكرا للأستاذ زكريا عبد الغني. والمداخلة الثالثة مع الدكتور أحمد لطيف المكسوحي، فليتفضل سيادة. أنا
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إشكالية المصطلح ومعوقات الخطاب الثقافي. أنا أرى أن هذا العنوان لم تدرج تحت الأبحاث كما ينبغي. إذا جمعنا بين إشكالية المصطلح والخطاب الثقافي، فمن هو الجمهور المستهدف من المصطلح ومن إشكاليته؟ وبخاصة أن أحد الأساتذة الدكاترة تحدث عن أنه في مناهج التربية والتعليم يجب أن تكون الدروس موجهة لأهمية البيئة والنظافة إلى غير ذلك. ثم نجد عنوان آخر للدكتور نادر بأن إشكالية المصطلح النقدي. المصطلح النقدي لا يهم المثقف العادي، لا يهم المثقف العادي، ولكي يجمع أو يدرج تحته هذا البحث. المصطلح النقدي إذا تحدثنا عنه قلنا إننا نحن والعرب ونحن المصريين بالذات ألفنا أن نباهي بما عند غيرنا، ألفنا أن نباهي بما يأتي في الغرب. المصطلح مثلا التماس الذي اكتشفته الفرنسية البلغارية يوليا كاستيفا سنة 1870 فيما يبدو، وتحدث عنها قبلها باختير ورون البر. جاء عندنا هذا المصطلح بتطبيقاته بعد أكثر من نصف القرن، لكن العرب القدامى ناقشوه من خلال مصطلح السرقات. مصطلح السرقات لم يكن منضبطا بالوعي التام لأن هناك أفكار تتوارد مع الغير، ليس بالضرورة أن يأخذ اللاحق من السارق، قد يكون هناك توارد ولا يكون هناك تناص. لكن الغرب في هذه الناحية بالذات كان أكثر دقة من هذه الملاحظة، بخاصة فيما يتعلق بنمط من أنماط الامتصاص، من أنماط التناص يسمى الامتصاص، يسمى امتصاص الفكرة أو امتصاص الدولة دون أن يشير إلى واقعة دراسية أو إلى شخصية دراسية أو إلى غيرها. ثم إن الدكتور نادر تحدث عن الصورة الفنية، والصورة الفنية لها تشابكات كثيرة ولها تقسيمات وتفريعات بين الحسية والتجسيدية والتجريدية والرمزية والسمعية واللونية والذوقية إلى آخر ذلك. هناك تعليق على التعليق فيما يتصل بالأستاذ زكريا. الأستاذ زكريا حدث عنده خلط بين التكامل بين الأشياء وبين المتواليات، الشمس والليل والنهار أو الظلام، لهذا متواليات، والشمس قدرناه منازل حتى عاد كما عبدالله طول هكذا لآخر هذه الآية. أما الآخر بالنسبة لي لا أستطيع أن أقول أن امرأتي آخر، حتى أنه في اللغة كلمة الزوج تطلق على الاثنين، تطلق على الزوجة وعلى الزوج أيضا. وشكرا لك. شكرا للأستاذ الدكتور جودة سباق على مداخلته على الزوج الوقت، وآخر مداخلة معنا الدكتور أحمد صلاح كامل في الفترة السياسية. جودة السباق ويتحدث معنا الدكتور أحمد صلاح كامل. السلام عليكم. مرحبا بكم في أسيوط البلد والعائلة والشخصية والشيخ. أسيوط من حلوب بيروت إلى أمريكا وسويسرا. أسيوط سيد الجلال، أسيوط الفرغر أبو العينين أبو سفير، أسيوط العائلات نصار محبوب سباق لقطع الغلط وهكذا. دي أسيوط اللي منها أكثر من خمسة رؤساء وزراء، منها راجل عرض عليه الملك في أدبه تعلم فيها سلطان قابوس في ساحل سليم أسيوط. بالنسبة للخطاب الثقافي من الداخل ولا من الخارج،
للعامة ولا للخاصة، للريف ولا للحضر، ولا للمصريين على البكر القديم. بعد ما خلصنا الجيش وحققنا الانتصار لمصر، توزعنا على قصور وبيوت الثقافة. كان زميلي صلاح كريم وفاروق حسني وحسن فخر الدين وسام مرزوق، أسماء كل واحد منهم في المحافظة من أول اسكندرية لغاية أسوان، من أول الشرق للغرب. عدى علينا محمد سعد الدين وأحمد وراح نقانا، دخلنا مع عدادات الرواد، درسنا 35 مادة ما مرتش علينا في حياتنا، وكان الموضوع ده فلسفي. أولا عشان نعرف بعضينا، يعني لما أرفع سماعة التليفون حسن صلاح كريم في أسيوط أو حسن فخر الدين في أسوان أو محمد رمزي في هرم أو وسام مرزوق في اسكندرية، على الأقل عشنا مع بعض من سنة لمدة 9 أشهر، درسنا مواد كل ما يهمنا، درسنا سينما حرفية وتاريخ، درسنا مسرح حرفية وتاريخ، درسنا عشان في محاضرة كده، درسنا كل ما يعني المواطن، لدرجة إن أنا اشتغلت في النادي الأهلي. أول حاجة عملتها عملت محو أغنية في النادي الأهلي، فاروق حسني بيتكلم في التليفون ازاي معقولة في النادي الأهلي ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب، قلت له حتى وزير لو جالك هخش من الباب إن لم يكن في معاك تصريح. ايوه فين انا جبتهم من بره؟ لا لا ايه؟ بالتحديد 126 راجل ب 24 ونص. شكرا دكتور جودة، وعشان ننهي جلسات التعقيب الاساتذه المحاضرين الاستاذ الدكتور محمود اسماعيل فرفضه السلام. الذي يكفر الآن من خدمة الأزهر
اعترف به مذهبا يضاف الى المذاهب الاربعه السنيه ولا يزال يدرس هكذا. في هناك ايضا الشيخ سليم المشري حوار بينه وبين احد شيوخ المذهب الاثني عشر في لبنان اسمه العميدي، والتفاهم الى ابعد منه، وكان الراجل لما يساله في الاسئله ويجاوب فكان يقول له يعني لله ضر ابيك لقد ابهرتني، وكنتيجه لها جرى بعض المشكلات في الفقه السني جرى حلها عن طريق الاقتباس. ده احنا نريد يعني ده اظهر ده لا الازهر شاهد وشاهد. حكايه ان الاشعري اللي برضه سؤالها خلى الناس تقول الاشعري صناعه الدوله العباسيه كيف وهي المعتزليه؟ العصر العباسي باسمين، العصر العباسي الاول يبدا بنشاه الخلافه لغايه الخليفه الوافد، اصبح الاعتزال مذهبا رسميا في عهد في عهود الثلاثه خلفاء الاواخر اللي هو المامون والمعتصم والوافد، وبعد كده جاءت نحلة المعتزلة على يد الخليفة المتوكل اللي هو عمل استدعى الأشعري ليقيم هذا المذهب. وخلال هذه الفترة كانت النهضة العلمية العظيمة والفكرية والاقتصادية والاجتماعية اللي حدثت في العصر العباسي الأول، وعلى أساسها منها بطبيعة الحال حركة الترجمة إلى أنباء الخليفة المأمون، ما همشي بقى إلا تحت تأثير وزيره المعتزلي أحمد بن أبي الوهاب، اعتزل من ضربه. الثقافة العالمية. طبعا دي مبالغات. الغرب اتكلم عنه في ناحية واحدة. وحتى في بعض رسائل الدكتوراه عن المقارنة بين مذهب الشك عند الغزالي والشك عند ايه؟ الراجل العظيم. عند ديكارت. لكن شك الغزالي كان هداما. شك الغزالي كان هداما. كان مواجها ضد كل الافكار والتيارات والاتجاهات العقلانيه. واخد بالك؟ الى حد انه كما قلنا حرم الاشتغال بعلم النحو. معنا الاستاذ العظيم الدكتور تيار. واخد بالك؟ لا لشيء الا لانه اهتم في تقعيده على المنطق الارسطي. شوف الى هذا الحد. الى هذا الحد. المعتزلة بقى هم الأساس الذي بالشكل حدث عند المعتزلة. اقرا بقى نصوص القاضي عبد الجبار في هذا الصدد. شيء خارق للعادة بالنسبة لعصر في القرن الثالث والرابع الهجرية. وصل بعض الناس كان يقول لا شك واحد خير من مائة يقين. وجعل العقل هو الحكم والفيصل حتى لو كان في نصوص مروية عن كبار الصحابة. فالمعتزلة من هنا لهم الرياض. وفكر المعتزله هو اللي هو الذي اسس في الذي اثر في اوروبا، بل اثر في الفكر اليهودي التوراتي. ظهرت جماعه تتبنى فكر المعتزله وعمل فيها نقله هائله جدا على غرار العمل المعتزله بالنسبه للفكر الاسلامي. حكايه الاستاذ محمود عن يعني انتقلنا من مركزية الغرب إلى مركزية نحن العرب، دي حقيقة وأحييك عليه. لكن فكرة مركزية الحضارة الأوروبية يعني لم تعمر طويلا، وبقى انتقالها من قبل غربيين قحاح. يعني مثلا جوتا مثلا لما اتكلم في الديوان الشرقي وبهر بالعرب والبلاوة والفضائل والنخوة والصحراء ذلك الفضاء المترامي الذي يؤدي إلى التأمل، بل اعتبر الإنسان العربية كل مثل عبارة عن فلسفة الكلمة. طبعا رد الفعل بقى عندنا نحن العرب موجودة في الأدب وفي الفكر. حسن حنفي صديقي وصديق عمري لما بيتكلم عن الاستغراب ظاهرة الاستغراب وإلى آخره في كتابه بيقول إيه؟ نحن المنوطون بنقدكم وهدمكم. طبعا لما تشوف على صعيد الادب تشوف مثلا الطيب صالح في موسم الدولة للشباب هذا اعتبر مجرد انه هو يعني ركب فتاة الانجليزية انه ركب الحضارة الغربية.
محمد ابراهيم لما البطل بتاعه في امريكاني وقال يعني انتوا هو كان بتدور حول استاذ تاريخ راح في مهمه علميه في امريكا فبقول لهم لا انتوا فاكرين انتوا ايه وانتوا ايه انتوا عمركم 200 سنه احنا عندنا وعندنا وحتى في العصر الحديث عندكم مؤرخين وذكر ثلاثه كان منهم العبد لله عهد العظيم رحمه الله في مركب في غزل في غزل متغمر الشيخ عطيه الصرف وهو مركزي عتيل وارخ للحركه الوطنيه وارخ للحركه الشعوبيه وهو رجل من لم يتلقى اكثر من التعليم الالتزامي الصديق احد الرواد ونقل نصوصا صفحات النجمه من بعض كتبي يقول لهم طبعا عندنا وعندكم زيه طبعا فيها برضه فيها مبررات لان يعني يجب ان نعترف وهنا بقى النقد الذاتي هو نحن لسنا مؤهلين نحن لا نستطيع ان نستوعب مجرد ما يجري ما يجري وما يحصل والوسع عوض الله يرحمه كان بيقول يعني في ظهر الترجمه ده احنا متخلفين فقط في مجرد الترجمه ناهيك عن تلقي الافكار الحديثه حوالي 50 سنه الان ربما وضعنا صفر النقد فكله 500 عام فيعني لابد من يعني انتقال نقد الذات هو الخطوه الاولى يعني هو زي اللي انت عارف التوبه قضيه التوبه يسبقها الاعتراف لابد ان نعترف اننا في الحديد واخد بالك وبعدين الغرب والغرب والكلام واحنا وعندنا وعودة الخواجه لا عندهم احنا فين وهم فين واحنا نستفيد وهنا حصلت في نص لابن رشد وطبعا الكل كان واخده عنه وبيوهم منه واكتشفت اخيرا انه واخده عن الكندي فضل الكندي فبيقول ايه؟ الحقيقة ضالة المؤمن يجب أن يبحث عن ما معناه يعني يبحث عنها أن وجدها دون أن تأخذنا العزة بالإثم من أصحابها حتى لو كانوا مخالفين لنا في المئة هذا النص ما أحوجنا له نحن الآن يعني ده بيشكل القضية كلها وده برضه لها دلالة يعني بائسة بالنسبة لنا إن إحنا ما زلنا القدماء إحنا لم نخطو خطوة بعد وحتى عندما نرجع إلى الماضي نترك هؤلاء بل نكفرهم ونروح بقى لابن خلدون اللي الغرب مسؤولين في سؤال تاني ليه ابن الغرب العربي الغرب نفس ابن خلدون؟ وليه إحنا حتى في العالم الإسلامي ما نعرفش إخوان الصف؟ ولما كتبت أنا إسلامي حصلت جوابع في على صعيد العالم العربي والغرب قعد يرصد هذه الظاهرة وبعد سنة ظهرت دراسات وكتابات على كتاب هذا المصري الذي هيئته طويلة والذي هدم كل مقولات ابن خلدون وأثبت أنها كانت مقولة عن إخوان الإيه؟ عند إخوان الصغر. لماذا؟ لماذا نفخوا في ابن خلدون؟ لأنه تحمل على العرب. كان أعلم العرب. العرب إذا دخلوا مصر من الأنصار خربوا. أن العرب غير مؤهلين للسياسة. بداوة. مشروع لا. لا انا مش قلت البداوه ما هو تحضروا بعد كده وسكن المدن فكره الايه؟ انه تزكيه الايه؟ الاثنيه والطائفيه لما يتكلم في فلسفه التاريخ ينقل افكار ماديه جدليه وافكار بيولوجيه تطوريه و وكل ده بيحط استطعت ان اصل الى مصادره ومن اشعبها اخوان الصفا وبعد ذلك حدثت الاشياء على كل حال الاخ اللي ربط التطور الفكر الاسلامي سواء في العلوم والفنون والاداب سواء في مرحله التكوين اللي هي حصلت في العصر العباسي الاول بعد حركه الترجمه وظهرت حكايه بقى تكوين العلوم وتصنيفها وتبويبها والعلوم الطبيعيه والرياضيه كلها عن طريق الترجمه والطب والى اخره وسموها علوم الاوائل العلوم الدينيه اتأصلت ووضعت مناهجها واتبعت مناهج نقديه وفي علوم الدينيه وكانت نقده كبرى. الازدهار ايضا اللي هو في منتصف القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس كانت برضه القوى البرجوازيه لكنها لم تنجح في ايه؟ في تحقيق ثوره برجوازيه او راسماليه الى هذه اللحظه. فانتكاسه البرجوازيه كانت انتكاسه للعلم والحضاره في الاسلام. وكما ذكرت واكدت ان الحضاره العربيه والفكر العربي الاسلامي والثقافه العربيه عموما انجزها الفقيه التابع وكان المستقبل ما كانش فيه تفرق بقى في القاضي دلوقتي بياخدوا مرتبات وزاره الاوائل لا
لان هو بيشتغل في المهن وصل ابن عطاء كان غزالي كان بيشتغل في النازي الغزالي كان ابوه غزالي الى اخره الى اخره يعني العلم كان ما فيش فصل بين العلم والحرف مش جزافا ان جماعات التجار بالذات اللي ارتادوا الافاق ما كانوا يتبادلون السلعه والبضائع وحسب وانما كانوا يتبادلون الافكار وانماط الحياه والسلوك الى اخره الى اخره فلما حدثت حسمه القضيه في الصراع بين البرجوازيه والاقطاع رغم تحفظ الكثيرين حول هذا الموضوع وكان لنا دراسات اخرى مضافه يعني شارحه ويعني ارجو ان انا وفقكم الى حد كبير في اثبات هذا حزمه المساله في منطقه الخامس الهجري وجعل العالم الاسلامي الى الان ظاهره الايه؟ دخول العصر في السلطه من اقصى المشرق الى ما اقصى المغرب وظهر بقى ما اسمه دخلوه معاه بعصر الانحطاط العلوم كل العلوم الدنيويه حرمت وجرينا المشتغلون بها العلوم الدينيه نفسها توقفت وغلق بابه بالتهاد وطبعا اخونا الدكتور موجود الدكتور يا اخي العظيم يا اخي نفس العظيم مدحت الجلال يا اخي اللي يقول لك كل ما كتب ودون مبرر نقول وشروحا وهوامش ومختصرات الى حد اختزال العلم علشان يقربوه للحزب وده منهج رهيب جدا اللي موجود الى الان يحولوا مثلا الى النحو الفيه الدمان وتتحفظ انظار القلب وبابا الى اخره والطالب العجل هو عنده 5 سنين بعد كده ما يعرفش ايه يعرف يعني ايه اي قاعده من قواعد اللغه العربيه واخد بالك؟ ما عدا سائلت كل سنه وانت طيب وانتهت المساله هو الى الان لان لما جت مع الحمله الفرنسيه وبواكير والى اخره وحصلت حركات برجوازيه داخليه وطلعت حرب وانجازاته كانت في ظل الاستعمار الاوروبي والضرب لما جه اشتراك وعمل المفتاح والى اخره كانت مصحوب بعوامل سياسيه وكانت الراسماليه وصلت الى المرحله ضروره بقى عمليه بعد الشركات المتعدده الجنسيه المرحله الاخيره اللي بيسموها الراسماليه المتوحشه لا الصناعات اللي بتعمل افساد للبيئه يدوها للايه؟ في مصر وغيرها والدول والى اخره وانتهازا ايضا لانها جنب الاسواق ثم ايضا العماله فيها رخيصه فما كانتش فظهرت كلها يعني اشبه بكارتيلات تابعه للمركز والهيمنه ومن ثم كانت مدخلا لما يمكن ان نسميه بحق الان الغزو الثقافي كتوطئه للايه؟ للغزو الذي العسكري الذي حدث ويحدث ويتوقع حدوثه ايضا في بايه؟ بالفعل. حكايه المسجد الاستاذ زكريا لما قال ان في ايجابيه في التضارب وان الكون كله قائم على ظاهره التضارب وده المنطق الهندي قاله شيء القديم الثابت في جديد بيطلع جدل ها وانت عارفين يعني معنى الجدل والحوار وتختمر بالقدر الذي يترسل فيه الجديد رويدا رويدا ينسحب فيه القديم رويدا رويدا لتصور هذه الظاهره ثم تستفز ظهورنا قضيها وتبدا العمليه وهنا بقى فكره كونتينو استمراريه الحضاره وهنا زي ما وللعلم بنتي في رسالتها للدكتوره اكتشفت ان نص ابن خلدون حول ما يسمى بالديالكتيك واخد بالك اللي هو طبقه فقط على العادات والتقاليد موجوده عند ابن حيون المغربي في كتابه المجالس والقصيره وده كان فقيه ووضع علم الاصول الفقه الاسماعيلي ووضع الفقه الاسماعيلي لانه كان الاسماعيليه قبل وكانوا على مذهب ابي حنيفه، ثم هو الذي اصل المذهب الاسماعيلي تاصيلا فكريا فلسفيا اسلاميا بعد ان كان معقدا ومضطربا ومعودا على الرموز والاشياء في مرحله الايه؟ العمل السري علشان ما يبردوش عليهم جواسيس الايه؟ العباسيين، فاعاد طرح شيء فوق الوصف وافاد من الفيثاغورية الجديده ومن الافلاطونيه المحدثه وعمل نظريه متماسكه جدا حول في قضيه الحب في قضيه الحب
الحضارة المتنقلة صحيح، وطيب انت عارف بطبيعة الحال. انا فاكر مثل بسيط، واحدة طلبة في النصاص الاستاذ المرحوم دكتور محمد انيس وهو تلميذ طيبي، فجابه عشان يزور القاهرة ويجي في الجامعة وعمل له ندوة والى اخره، وجاب الطلب النجباء بتاع مرحلة الليسانس مع طلاب الدراسات العليا والاساتذة وشغلانة كبيرة جدا، وكان ايامها جاجارين وصل للقمر. فالراجل ده قال ايه؟ ما انا ما انساهاش. قال لك لولا ما فعله الانسان الاول وهو يفكر ويدبر ليصطنع من الحبر أداة غليظة خشنة ليحافظ به على بها على بقائه ضد الحيوانات المتوحشة والمفترسة، ما وصل جاجارين الى الفضاء. ففكرة كل أن فكرت لنا الحضارة مشعل يدور عبر الزمان وعبر المكان ليضيف إليه كل شعب من تبريبته زيت جديد. على عكس ده أشبيلنا اللي يقول العكس بقى، الحضارة مغلطة. وهنا بقى تقدم في فلسفة التاريخ ما يقدر يسمى بالتطور البيولوجي للتاريخ، إن كل حضارة بتتولد وبعدين تزدهر ثم تأفل وتموت وتصبح أثرا بعد عام. ومن هذا القبيل تنبأ بسقوط الحضارة الغربية اللي طبعا وصح وقالوا فيها وأرضى أن تستكمل وأشكره. مجازفة في دقيقة واحدة، تعقيد في دقيقة واحدة الأستاذ الدكتور محمد محمود معاذ. كثيرة هذه الدقيقة بالنسبة لما قيل من قبل. أنا لم أكن أنتوي تعقيب، ولكنني ألاحظ أن هناك جمودا ثقافيا عند دعاة التنوير وهم لا يشعرون. كيف ذلك يا سيدي؟ أنهم يرددون ما قاله أساتذتهم دون أن يتقبلوا الآخر معهم في فكرهم، فهم لا يريدون إقصاء وفي نفس الوقت هم يقصون الآخر. كيف يقولون ذلك؟ أليس هذا انفصال في المعادلة؟ فهذا نوع من الجمود الثقافي. فهم يريدون أن يقول الحرية لي وليست لغيري، أو الحرية لأفكاري وليست لأفكار غيري. لا، الحرية لي ولغيري. وكما قال أستاذنا الدكتور جابر عصفور في كلمته صباح اليوم عندما تحدث عن الإمام الشافعي وسعة صدره في أن رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأيه غيره خطأ يحتمل الصواب. استغراق التراث بموضوعية دون أحكام مسبقة. هناك أناس يحملون السيوف والسكين في أيديهم لدخولهم على التراث لمناقشته، هم يريدون تبقوا قبل مناقشته. والله إن تراثنا العربي لثري جدا مهما اتهم ومهما اتهم. الانتقائية المتعمدة لأنساق تراثية لتعمم وتشوه أو لتشوه التراث، أنا أختار شخصيا من الفكر العربي لأشوه بها بقية الفكر. هذا ظلم. تراث عريق ممتد شهد له العدو قبل الصديق. كيف ونحن أبناء هذا التراث ننتقي ونعاني ونريد أن نقصد؟ كيف أريد أن أعطي ابني لغيري ليقتله، ويريد غيري أن يعطي ابنه لأربيه؟ هل هذا يجوز عقلا؟ شكرا لكم. والتعقيب الأخير للأستاذ الدكتور نادي عبد الخالق الفضل. الفكرة يعني المنصة ليست مطالبة بالصوت مطالبة ببناء الجامعات والمدارس. احنا نناقش ثقافة الاختلاف، نناقش فكر الاختلاف. كل واحد يمكن يتكلم بحثه ونختلف ونتفق. هذا ليس يعني نتيجة من نتائج المجتمع. الأخ الذي تحدث عني، أنني تحدثت عن الصورة، تحدثت عن الصورة لمال ذات أفكار عبد القاهر اللي تحت ذلك للتوصل إلى عبد القاهر في صراع في مصر. أنا لا أختلف مع القاهر، لست في صراع مع الأفكار الأخرى، ولكنني يعني متمسك جدا بالتراث. لا يجب ابدا ابدا ان انتقل صفه الاخرين وانا لدي شخصيه كامله، ولدي شخصيه تراثيه ممتده
في عبر الظروف وعبر الازمان البعيده تحت الفكر وتحت التاريخ وتحت التنوير. لا يجب ان استولي بل انا ممكن انا بصفه انا بطبيعه الحال منتج لهذه الافكار والتاريخ يشهد بانني منتج لهذه الافكار التي الان استولي. والتماس الذي تحدث الاخ عنه وقال انه فكره مغربيه جديره ومحسوبه نعم لكنها في احدى تحديثها سرقه مقنعه. يعني مع الاتصال بتكشيف الكلمه ودرجتها في التصوير. شكرا للحضور الكريم وشكرا لاستاذنا الدكتور محمود اسماعيل وشكرا لاستاذنا الدكتور محمود احمد معاذ وشكرا لاستاذنا الدكتور ندى عبد الخالق. وهناك توصيات بسبب بدايه هذه الجلسه ونرجو ان يكون هناك متحدث رئيسي عن الموضوع المعروض في جلسات مؤتمر دباء مصر. متاح له القاء محاضره عن الموضوع في كل جلسه ومعه مناقش رئيسي ومن ثم تتاح المناقشه للحاضرين. والتوصيه الثانيه ضروره بناء ثقافه مصريه خالصه وخطاب ثقافي مصري خالص يراعي الخصوصيه المصريه بخصائصها المتنوعه. ثالث توصيه لابد من تحديد المصطلحات الثقافيه بحيث تتاثر من الواقع المصري ونصل بهذا الواقع المصري الثقافي الى انتشار الثقافه المطلوب والذي يتغير في كل انحاء مصر. شكرا لاساتذتنا الكرام المحاضرين وشكرا لكل الحاضرين فردا فردا والسلام عليكم.